السلام عليكم. كدير البنات؟ كدير مصحيحة؟ كدير الميمات الوليدات؟ كدير اموركم؟ مستكسك ناشطين ماشطين؟ كدير مصحيحة؟ كدير الجو عندكم الاحوال؟ المهم الحبابات ديالي، نبداو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المهم الحبابات ديالي، جيت بغيت ندير معكم العشيوة ديالي. بغيت ندير بلبولة ديال الشعير بالخضرة، سموها شربة. المهم تجي زوينة البنات، تندير ديما الوليدات ديالي. قلت علاش لا، هاد المرة نتقاسمها مع الخواتات ديالي والميمات، تجي زوينة وصحية البنات. المهم عندنا هنايا انا البلبولة مرطباها البنات، ها هي دابا عاد غادي ندوز نصفيها. مرطبش الطيب، بغيت غير البلبولة الميان الميان ديال التفوار هاديك. وعندي هنايا القرعة كورجيت، هاد القرعة الخضراء هاهي تنقطعها بهاد الطروفة هادي. وعندي البصلة مشلضة رقيقة، عندي خيزو تا هو مقطع بحال هكا مربعات صغار، وعندي البطاطا هي مقطعة مربعات صغار، وعندي الفلافل هنايا فلفلة الحمراء والخضراء، الصفراء مبقاتش عندي. وعندي هنايا الجلبانة، وعندي هنايا قزبر، قزبر والمعدنوس والكرافس. وعندي هنايا أربعة فصوص ديال الثوم، سمحوا لي. وعندي هنايا معطيشة عندي جامدة، وعندي هنايا جوج مربعات ديال الطماطم ديال المركزة. ونبداو الزيت والعطشة التوابل. عندي هنايا سكنجبير، عندي هنايا التحميرة، عندي الملحة، عندي الفلفل الأسود البزار، وعندي هنايا معلقة ديال القزبر حبوب، وعندي هنايا معلقة ديال الخرقوم أو الكركم، كل واش نتي سميه. يلا حبابات ديالي خليكم معايا، ما تمشيو فين. أنا هادشي ما تنقليش، تندير كلشي في دقة. واللي بغا يدير فهاد التقاطعات ديال الدجاج يديرهم. انا اكتفيت، بغيت نديرها بالخضره وتجي زوينه البنات وصحيه، منها افاده واستفاده وزوينه للوليدات والكبار. تنديرها دائما الوليدات ديالي تيبغيوها تيشربوها ليا. شاش قلت علاش لا نتقاسم معاكم. عندي هنايا الجلبانه تاهي، كاع الخضره اللي عندكم ديروها البنات، تجي زوينه صحيه. هنايا الكرافس، كزبره معدنوس، وحتى المعطيشه حتى هي ترميها معاهم دابا. انا ترمي كلشي دابا. التوابل ديال العطريه كما قلت لكم انا ما تنقليهاش، نديرها باش العطريه والخضره ما تيمشيش ليا داك المنافع ديالها. الدروس ديال الثومه ما تنحكمش، تنبغيها تبقى ليا باينه غير بحال كنت نبرك على تنهرسها، وتلقى راه مربعات صغيرين، تنبغي تبقى ليا ديك النكهة ديالها تبقى باينة بحال هكا صافي. وزعت على البنات، سمحوا لي هاد الكرتوش تقول تعطي واحد النكهة غزيرة. باقا عاد غادا نديرو دابا عندي هنايا الزويت البلدية، غندير شوية من الزيت البلدية وشوية من الرومية.
اوكي نتمنى البنات يكون باين لكم مزيان. غادي نخلطهم دابا صافي، وغندير عليهم الماء اللي غطيت فيه ديك الزبوله باش ما نبقاش نزيد. هاكا نخلط التوابل كامله باش ما يكون داير لكم مزيان. كيما قلت لكم اللي بغا يدير قطعة ديال الدجاج ولا ديال اللحم يديرهم، انا دابا بغيت لك الشافي صافي غير بالخضره وهادشي اللي عندي صافي. هاكا نديرها دابا ونشعل عليها الطيب. نشعل عليها البوطة البنات، هاهي دابا أنا مغاداش نسد عليها، غادا غير تبدا تغلي صافي، وغادا نرمي البلبولة مع رافي. البلبولة تتشد طياب، وأنا البلبولة راني مرطبها مغاداش تشد ليا طياب دغيا دغيا، عاد طلع الغالية وغادا نرميها. يلاه خليكم معايا حبيبات ديولي متمشيو فين. يلا البنات هالكوكو ديالي غنات، انا ما خليتش خضره طابت غير غنات كيف ما تشوفوا، باش الخضره ثاني تجي ليا مع البلبوله نيشان. وهاي البنات البلبوله راني كنت مرطبها في الماء صفيتها تتولي بحال هكا تبارك الله رطابت تطيب ليا دغيا دغيا. ودابا ان شاء الله غادي ندوز لخويا في الكوكو وما تتعجن البنات ما والو، واذا رطبتوها بكري راه ما تتعطلش ليكم حتى في الطياب وما تضرش حتى في المصارن، تجي صحيه. ومع هاد الخضيره هادي في هاد الوقيته دابا ولا البرد تجي وجبه للعشاء زوينه. انا دائما تنديرها للوليدات ديالي هاكا البنات. دابا غادا نخلي عليها الكوكوط المنفس على وديت البلبولة حتى تزدتو على الكوكوط تطفيت بحال هكا. غادا مرة مرة ندوز نحركها، خليكم معايا وتشوفو فين. والبنات اللي بغا يدير فيها كنورة يديرها كنورة اللي بغيتو، أنا ما بغيتش ندير فيها كنورة خليتها غير بالخضرة بحكم الخضرة جديدة صافي. يلا خليكم معايا تنخلي لها الكوكوط بحال هكا بنفسها حيت البلبولة تتفيض، لازم نسديتو عليها الكوكوط تتفيض. هانتوما البنات هاهي تبارك الله قربات، دابا قربات نطفي عليها. هانتوما هي شتي الخضرة كيفاش تتبقى واحد الريحه ما نقولش لكم البنات كعاطيه فيها. هانتوما هي تنتمنى يبان ليكم تجي زوينه وصحيه. هانتوما هي مرحبا بالدين، خليها طيب تسكن ان شاء الله ورجع معكم باش بلا ما نطول عليكم. ها هي البنات دابا راه طابت، مبقى ليا دابا غير نطفي عليها بحال هكا، تبغي كل شويه تحرك باش ما باش ما تلصقش وما تفيدش. دابا تبارك الله طابت، غادي نطفي عليها نخليكم معايا في التقديم ما تمشيو فين الحبيبات ديالي. تولي على هاد الشكل بحال هكا ما تقيله ما. يلا البنات انا كملت في الطياب، غادي ندوز دابا نحطو الشيوه ديالنا. هانتوما البنات تبارك الله كي تجي حنا جات عجبنا نحطوها في القصريه، صراحه تجي غزيره البنات وصحيه، حتى ديك الخضره ما تتخسر ما والو.
كتجي مفيدة وصحية. يلا البنات هي هذه العشيوه ديالنا، انا كيما قلت لكم تعجبني ونحطوها في القصريه، راه كتكون تجي غزاله البنات جربوها. دابا البرد وزوينه العشيوه الدراري، والبلبوله راكم عارفين صحيه الوليدات ولينا لينا حنايا الكبارين. انا صراحه تعجبنا في العشاء هادشي اللي العشيوه ديالي تقاسمت معكم، وما تنساوش اختكم سعاد من البصيمة واللايك ديالكم البنات، واللي باقي ما اشتركش يشترك رنوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش اختكم سعاد بالتعاليق ديالكم تيهموني وتيحفزوني، والله البنات تعطوني واحد الطاقه ايجابيه. وتنشكر كاع المشتركين اللي دخلوا عندي جديد، تنشكرهم مليون الف مره، شكرا لكم الحبيب ديالي، وتتقاسم معكم داكشي اللي قسم الله، وباقي ان شاء الله وصفات، وباقي لنا خليكم معايا ان شاء الله هادشي اللي كاين. وشكرا لكم الحبيب ديالي، واللايك لايك لايك، وشكرا لكم الحبيب ديالي واللي عجبو هاد الفيديو يعطيه اللايك باش الاعجاب ديالكم حتى هو تيهمني تيحفزني. شكرا لكم وبالسلامه عليكم، وشهي طيبه بصحتنا وبصحتكم، وقبلوا على خوتكم وسمحوا لي ولي تتشهد تسمح لي ولي تتوهم هي تسمح لي. ومرحبا بكم كاملين عند خوتكم سعاد بالبساطه ديالها، وتتمنى والله تكون خفيفه خفيفه ظريفه على قلوبكم، والله يدوم علينا نعمه، والله يدوم علينا محبه. شكرا لكم الحبايب ديالي، وما تنساونيش، وبالسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وتصبحوا على خير، وصباحكم نهار جديد ان شاء الله، ويصبح ويفتح، وبالسلامه عليكم الغزاله ديالي، الله يصبحكم على الف خير يا ربي، وصحيحه جديده ويوم جديد ان شاء الله نتوما ووليداتكم ووالديكم. بالسلامه عليكم.